بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. النهاردة معايا حلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة، وبعد غياب طويل رجعت ليكم. النهاردة حلقتنا اليوم منفردة من نوعها، معانا ضيف ساحر العيون قدر بقدراته وبخفة يديه انه يعمل حاجات مذهلة. معانا ومعاكم صاحب الخدع البصرية وخفة اليد محمد السيد. اهلا وسهلا. في البدايه طبعا مش هنسال السؤال المعروف اللي هي دي ده سحر ولا خدع. حابين نسال اول سؤال معانا، مين محمد السيد؟ انا اسمي محمد السيد من طنطا، عندي 19 سنه. موضوع الالعاب والكلام ده ابتدى معايا من اولى اعدادي. ابتديت حبيت الموضوع ده، اتدربت عليه شويه 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 لغايه لما وصلت الليفل كويس. بقى الحاجات دي بالنسبه لي عادي، يعني بتبقى بس ايه تدريبات، وفي نفس الوقت سرعه بديهه تشتيت انتباه. في حاجات برضو ليها علاقه بالتخاطر الذهني، في حاجات ليها علاقه بقراءه افكار الكلام ده. بس بدات انت يا محمد تعرف انك موهوب في المجال ده؟ من التعامل مع ناس كتير، يعني الالعاب دي لما تيجي تتلعب مع واحد والتاني والتالت ويديك ثقه في نفسك اكتر، يعرفك ان انت فعلا تقدر تعمل الحاجه دي. أيوة. فانت تحبيها مع نفسك وتلاقي نفسك عايزه تديلها وقتك كله، وطبعا وقتك كله في الالعاب دي، في الحاجات دي. ايه الصعوبات اللي قابلتك في المجال، في مجال خفه يد والسحر والكلام كده؟ هو مش صعوبه، مش تعتبر صعوبه، بس هي حاجه كانت تعبتني فعلا. بصي، لو الكاميرا تعمل كلوز هنا، ايديا من هنا، يعني الاربع عضمات اللي هم بيبقوا هنا دول، تمام. هنا الناحيه الثانيه في هنا حته يعتبر مكسوره اصلا، تمام. فالحاجات دي بتبقى عايزه لها خفه يد وسرعه في الايد والكلام ده. فالحاجه دي عشان هي كانت مش موجوده يعتبر اصلا، وفي عرق كان راكب على العرق، فمش عارف احرك ايديا. لسه من سنتين او سنتين شويه ابتديت ان انا احرك ايديا في الحاجات دي. المجال ده اول مجال ليك تشتغل فيه، اول مجال دخلته؟ لا، في حاجات تانية برضو دخلتها قبل كده، دي مش اول حاجه. لا بس انت حابب المجال ده؟ شايف نفسك بعد كام سنه في المجال ده؟ يعني شايف نفسك بعد كام سنه هتبقى ايه في المجال ده؟ والله بعد فتره قليله في حاجه باذن الله تتحقق من جوايا، يعني في الحاجات دي انا متكمل في الحاجه دي، مش هسيبها. ممكن نشوف مع بعض فقره؟ طيب تمام. طيب انت اسمك نادين صح؟ طيب افتحي ايدك بقى، دم كورتين. تمام. انا هسيب واحده هنا واحده معايا هنا، تمام. قرب ايديك عليا، تمام. اول كره دهيت انا هاخدها احطها هنا، تمام. واخد الكره الثانيه اقفل ايدك عليا خالص. تمام خالص. طيب يبقى انا معايا اسم مين؟ نادين. نادين، لا معايا محمد مش نادين. وانا نادين وانت كمان. نادين، اخلي محمد يروح لنادين. افتح ايدك. واو. طيب بصي، طب انا اخد نادين، اخد نادين ولا محمد؟ خد مثلا نادين. تمام. نادين، نادين دي ولا دي؟ دي مثلا دي. طب انا اخد نادين هنا اهي، شايفينها الكاميرا، احطها هنا، تمام. واخد محمد احطها هنا، يبقى هنا فين نادين؟ نادين هنا وفي هنا محمد. طيب اخليها برضو تروح هناك، تبقى هنا برضو. طب ازاي؟ طيب ده سحر ده ولا خفه يد ولا لا ايه؟ لا بتبقى خفه يد، ملهاش دعوه بسحر خالص. طب معاك فقرات تانية؟ الفقره حلوه تانية جدا. طيب ازاي قدرت تشتغل على نفسك يا محمد في المجال ده؟ ازاي قدرت تعمل لنفسك موهبه في المجال ده، تكبر نفسك؟ هقول لك على حاجه، احلى حاجه في الخداع البصري او خفه اليد انك تدوري جوه نفسك على علامات استفهام، محدش فاهمها ويعرفها غيرك انت بس. ساعتها بقى تقدري تبري اللي قدامك، تجني اللي قدامك، تنصبي عليه. ادام اتحكمتي في اللي قدامك باسلوب معين تقدري تعملي فيه اي حاجه. طبعا بتجني الناس كلها في الالعاب دي. يا بتاع بس تدريبات مش. طيب انا معايا حاجه هنا. تمام. بصي، وانا حلمت حلم صغير كده قبل ما اجي معاكي هنا. الحلم ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه انت هتعمليها، والحاجه دي انا هبقى مجهزها بره، فاهم قصدي؟ تمام. طيب دي كوتشينه عاديه اللي هي 111 العاديه خالص. أوكي. تمام. مختلفه هنا كلها. اوكي تمام. لو انت خدتي كارت من هنا هعرف انت هتاخدي ايه؟ اكيد لا. صح. طيب هي دي معايا، هسيبها هنا اهي. تمام. دي كوتشينه ثانيه برضو مختلفة برضو، أرقام والصور مختلفة برضو هنا. تمام. طيب دلوقتي بقى عايزك تلمسي أي ورق تعجبك من غير ما تقولي لي عليها. المسي أي كارت يعجبك هنا، تمام. خديه بقى من غير ما أشوفه، أنا أوريه للكاميرا. أنا بص الناحية التانية أهو،
خلاص؟ خلاص. طيب انا كده ما اعرفش كارتك ايه صح؟ اكيد لا. بالعلامه بتاعته حفظتيه صح؟ اه. طيب حطيه في اي مكان هنا يعجبك. يعني كده ما اعرفوش صح؟ طيب انا كنت سايب كوتشينه ثانيه هنا صح؟ عارف انها يعني هعمل بيها لعبه ثانيه معاكي بنفس اللعبه بالظبط. فاكره الكارت بتاعك بالعلامه؟ اه فاكراه. صح؟ طيب عايزك تفتحي ايدك الشمال او اليمين اللي انت عايزاه. طيب انت تعرفي الكارت ده؟ اكيد ما انتش عارفاه صح؟ اكيد لا. هو ده الكارت بتاعك الاس القلب الاحمر صح؟ لا. مش هو؟ لا. مش الاس القلب الاحمر يعني؟ لا. طيب بصي، طب انا هحط الاس هنا. طيب عايزك دلوقتي تختاري العلبه دي ولا العلبه دي مثلا؟ التانية مثلا دي؟ طيب يعني يا علبه فاضيه اصلا هحطها هنا. تمام؟ فاكره الكارت بتاعك بالعلامه؟ اه. طيب اتخيليه في دماغك دلوقتي. تمام. طيب طب انا هاخده من هنا شايفاه وارميه هنا وامسك القلم هنا واكتبه من بعيد كده. هو الاس كان مكتوب عليه حاجه؟ لا صح؟ اه لا. طيب فايف اوف هارت صح؟ صح؟ هو الاس كان عادي صح؟ طب افتحي هنا كده فايف اوف هارت مكتوبه اصلا على الاس. اه ده فعلا كتبت وهي على ايدي. اهو تمام. وريها للكاميرا. طيب فخرت. اه. طيب دي حاجة. عايزك برضو ايه؟ انت كده هتخلي الناس كلها يعني بجد ايه الخدعة دي؟ لا لا خدعة خدعة لا لا كلها. طيب انت في الموضوع ده بقالك قد ايه؟ بقالي دلوقتي 5 سنين اهو. حلو. طيب نلعب لعبة كمان. هطلع لك برضو كارت من هنا وانتي برضو مش هتعرفي الكارت ده هيبقى ايه. تمام؟ تمام. طيب لا هي كوتشينه عاديه اصلا اهي مختلفه كلها. تمام؟ طيب عايزك تلمسي اي ورقه من هنا وتاخديها من غير ما تقولي عليها. خلص. ولا اقول لك انا هطلع كارت من هنا من غير ما انت تقولي عليه من غير ما تشوفيه يعني، او هوريه لك عادي عشان برضو ما متاكدين. دي 5 قلب احمر تمام عاديه صح؟ طيب هحطها هنا مثلا هنا كده. تمام كده انت عرفتي اللي هنا كام؟ 5 قلب احمر. 5 قلب احمر. طيب عايزك دلوقتي تلمسي اي كارت انت عايزاه من هنا، اي ورقه. خدي اي ورقه وريها للكاميرا كويس من غير ما اشوفها. تمام؟ تمام. طيب عايزك تحطيها هنا كده. اعرف كارتك ولا ما اعرفوش؟ اكيد ما تعرفوش. مش عارفه. طيب كارتك كان صوره ولا رقم؟ صورة. طيب هي دي كانت 5 قلب احمر صح؟ اه. طيب في واحد صاحبي اسمه بافومنت، انت حكيت لك عنه قبل كده؟ لا معرفش. طيب اخد بافومنت دهوت هيفكر في الكارت بتاعك وهيحطه هنا. ينفع؟ ده كارت كان بره 5 قلب احمر اصلا. اه. هو كارتك 5 قلب احمر؟ لا. لا كارتي مش 5. طيب هو ده. طب بصي كده، هو ده الكارت بتاعك الكي القلب الاحمر؟ فعلا. صح؟ طيب استني، هو كان بره اصلا عشان تبقى عارفه، كان بره كي القلب الاحمر. طب عايزك تفتحي ايدك كده. تمام بصي، هي كي قلب احمر عاديه، شوفيها كده بتتمسح او فيها حاجه؟ لا عاديه عاديه خالص صح؟ اه. طيب عايزك تحطي ايديكي عليها، يعني حطي ايديكي التانيه عليها كده. اه دوس عادي دوس عادي. تمام. طيب انا كنت قايل لك ان انا واحد صاحبي اسمه بفومنت معايا صح؟ أوكي. طيب تمام. هو كده كتب اسمه ظهر جوه الورقه. وري لهم هنا كده. واو بجد فعلا زهره. كلمه بفومنت اهي. طيب ندخل في اللعبه كمان. ايه اصعب عرض بتقدمه للناس؟ اصعب عرض في الخدع البصريه دي يعني الحاجات اللي لها علاقه مثلا يعني بايه؟ بتبقى صعبه جدا. توقعات يعني مثلا بتتوقعي حاجه على حسب شخصيه اللي قدامك، اللي هو مثلا انا قاعده انت تتوقع اللي فيا مثلا. اه اللي انت هتقولي حاجه قبل ما انت تقوليها. او هتقول انا هقول ايه اصلا. تمام. تبع حاجه اسمها فن الايحاء وتوقع حاجات كده معينه وبتعرف فيها برضو زي الخدعة بالظبط كده. بصي بس دي مش خدعة، دي توقع. بصي انا هسيب هنا 5 و8 و2 وبنت و10 و6 تمام؟ اكيد انت لو خدتي كارت من هنا اكيد انا مش عارف انت هتاخدي من هنا من كل ده صح؟ اه. طيب انا هطلع كارت من غير ما تشوفيه، بس الشبيه بتاع الكروت ديت يعني. تمام؟ طيب انا مثلا طلعت، عايزك تلمسي انت ما تعرفيش الكارت ده ايه صح؟ لا أكيد. طيب إيه انت توقعي الكارت ده يطلع رقم كام الاول او صوره ايه قبل ما انزله؟ بنت مثلا. بنت؟ لا ده ولد. تمام. طيب دلوقتي احطه مثلا هنا كده.
عايزك تلمسي اي ورقه تعجبك هنا. ماشي. اتنين؟ اشمعنى اتنين؟ عادي. طب انا وانا عارف ليه هتلمس اتنين على فكره. ليه بقى؟ عرفت منين بقى؟ مش هنا في ولد صح؟ اه كده؟ بقى اتنين. ايوه فعلا نوريها للكاميرا. يعني انت لمست اي ورقه؟ طب انت دلوقتي حطيتها ولد يعني. اه وكمان انت لمست اي ورقه؟ اشمعنى طلعت الشبيه بتاعها اتنين؟ لو لمست مثلا الخمسه كانت هتطلع خمسه مثلا. اي رقم انا بلمسه بيطلع. طب انا ممكن اخد مثلا خمسه احطها مثلا في النص كده مثلا اهي تمام. ينفع تطلع تاني ولا لا فوق؟ لا طبعا صعبه صح. انا اطلعها تاني فوق تاني. طب ثانيه تاني هدخلها جوه هنا تمام وادخلها جوه كده. ينفع تطلع تاني ولا لا؟ لا ما تطلعش. لا ما تطلعش. لا هي طلعت تاني. طب افتحي ايدك كده. هي طلعت تاني هنا. لا دي التسعة. تسعة تسعة. طب استني. طب يبقى طلعت هنا. طب استني. طب انا هاخد تسعة ارميها هنا. اخدها هنا تطلع تسعة معايا هنا. هنا وهنا يبقى الخمسة. افتحي كده. لا اتنين طلعت تاني. اه طيب كده هتجنن بجد. ايه ده؟ طيب ما بتزهقش طول ما انت بتلعب اللعبة؟ لا 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 ابدا لا. هي كلها مسلية فعلا. وبعدين ردة فعل اللي قدامك لما تيجي تلعبي معاه تبقى عايزة تعرفي ردة فعله عاملة ازاي. انت مثلا واحد يبقى متضايق بتلعبي معاه مش عارف ايه كده يعني. طيب عايزك افتحي ايدك ثانية. انت خدتي كذا مرة كارت من هنا بس المرة دي عاملة حاجة بشكل مختلف شوية. اتأكدي الأول القلم من هنا ما ينفعش يلون خالص وهو مقفول كده. هو اكيد مش هينفع يلون. اه اكد لهم برضو اللي هو ما ينفعش يلون. افتحي ايدك بقى. ما ينفعش يلون صح؟ تمام. اه طيب انت ما تعرفيش الكارت ده ايه صح؟ لا طبعا. طيب توقعي او خمني الكارت ده يطلع رقم صوره ولا رقم؟ صوره مثلا. صوره؟ لا هو كارت كام؟ رقم. رقم ورقم 10 تمام. طيب ال10 دي متلونه هنا اصلا لو تركز هنا كده هي متلونه اصلا هنا. اه متلونه بالاسمر. بالاسمر انا هعملها بالاسمر تمام. ينفع هي ما تتمسح ولا ما تتمسحش؟ ما بيتمسح. طب شوفيها كده هتتمسح لو هتمسحيها. مش هتتمسح صح؟ هي 10 سنبوكسه صح؟ تمام تمام. طيب عايزك تحطي ايديكي التانيه عليها كده. دوسي جامد. لا دوسي مش تحركي تمام. طيب افتحي كده. بقت 10 سليمه تاني ما فيهاش اي حاجه. ايوه فعلا. طب ايه ده ازاي؟ طيب ازاي بقى ده هي لسه حالا كانت في ايديك اصلا. هي كانت لسه حالا 10 ومرسوم بالاسود عليها اللي هو ثانيه كده. امتى بقى وازاي؟ طب قول لنا انت بقى ازاي يعني. ما هو ازاي دي بتاعتي انا بقى من فحل. لا يعني ما شاء الله اللعب حلوه اللي هو انت مش هتزهق منها طول ما انت بتلعب. بالظبط كده. طيب حلوين قوي الافكار دي. اختاري اي رقم ما بين الواحد والخمسه. خلاص اوكي ماشي. افتح ايدك. اخترتي كام؟ اخترت كام ثلاثه. ثلاثه دي كام؟ واحد. واحد عايزه لها اتنين عشان تبقى ثلاثه صح؟ اه. طيب انا هحط الواحد هنا كده بقى ثلاثه. اهو بقت ثلاثه. كان لسه واحد حالا اصلا. امتى وازاي بقى ثلاثه؟ وانت اخترتي الرقم اصلا بمزاج. كان عندك اتنين وثلاثه واربعه ما بين الواحد والخمسه. تاني؟ لا طب تاني 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 اللعبه دي تاني يعني اعيدها تاني يعني. اه اعيدها تاني. طيب وري للكاميرا. طيب تمام. اختاري اي رقم ما بين ما بين من الواحد للسبعه. من الواحد للسبعه. أوكي. اخترتي تمام. اخترتي كام؟ اخترت خمسه. خمسه صح؟ طيب دي كام؟ جي. جي وريها للكاميرا. اهي جي. جي جي اثبيت تمام؟ اوكي. طيب الجي اثبيت دهوت انا عايزك تلمسيه خمس مرات عشان انت اخترتي خمسه. اه واحد اتنين. ايوه طلعت خمسه فعلا. انت اخترتي اصلا كلها ارقام وصور مختلفه هنا. اه يعني مش حاجه معينه مثلا او كوتشينه معينه اللي انا عامل لك بيها تريك معين زي ده. لا هو ازاي طيب؟ ازاي بقى؟ لا ما هو انا عاوز اعرف ازاي. طب بص هقول لك على حاجه. استنى هنجيب لهم كده. ركزي معايا دلوقتي بقى تمام. دي كام؟ اربعه تمام. اربعه زبيد تمام. انا هاخدها هنا هدخلها جوه هنا كده سؤال جوه
تمام، ادخلها جوه كده، يبقى كده الاربعه جوه اهي. تمام، تطلع فوق تاني هنا. طيب استنى، طب انا هاخد الاربعه، شايفها كويس؟ شايفاها. اربعه زبيد قلب اسود مقلوب، تمام اهي. تمام، ثلاثه مش اربعه، لا. طيب استنى. لا كده كتير بجد، اللي هو ايه؟ نقرا افكارك بقى. ازاي نقرا افكاري؟ اه طب ما بلاش. اقرا افكارك. لا عادي بقى، خلصنا خلصنا دوم، عايزين نعمل لعبه مختلفه شويه. اوكي تمام. طيب اختاري اي ورقه تعجبك هنا، المسي اي ورقه. المس اي ورقه. اي ورقه خديها. تمام. طيب طيب حطيها هنا، اوريها لهم. اه خلاص. طيب حطيها هنا. لا انا كده شفتها. لا نايت تاني. تاني. طب خلاص. طيب تاني تاني. المسي اي ورقه تعجبك تانيه من هنا. اوكي. اي ورقه المسيها. شوفيها لما اشوفها. تمام. خلاص. اه طيب حفظتيها بالعلامه صح؟ اه حفظتها. طيب حطيها في اي مكان يعجبك هنا. خلاص. أوكي. طيب عايزك دلوقتي نفترض مثلا ان الكارت بتاعك 3 قلب احمر مثلا، يعني هو مش كده بس. لا مثلا اه مثلا يعني بالعلامه، فاكره الكارت بتاعك بالعلامه؟ اه. طيب تخيليه وانت مغمضه عينيكي. تمام. انت تخيلتي 8 مثلث احمر سمبوسه؟ صح. انت كده قريت افكاري، اللي هو انا قاعده وانت عرفت انا اصلا بفكر في ايه. اه امتى وازاي؟ انت خدتي اي كارت اصلا عشوائي؟ طب دي في اللعب بس ولا مثلا في اي حاجه؟ اللي هو يعني هي في بتبقى حاجه مثلا بفكر فيها، اللي هو انت هتعرفها. لا بص هقول لك على حاجه، هي بتبقى عباره عن لعب، وفي نفس الوقت انت بتقرا افكار اللي قدامك بطريقه معينه. يعني مثلا انت سالتي كذا حد قبل كده على ان مثلا حد يختار رقم ما بين حاجه وحاجه. اه. فانت انت عارفه هو هيرد عليك هيقول لك ايه؟ فانت بتعملي خدع على. انا مش عارفه. اه. لا انت بتعملي حسابك ان انت مثلا حد بيخيرك رقم ما بين كذا وكذا. اوكي. تمام؟ فمثلا هو بيختار، انت دماغك العقل اللاواعي بيختار لك رقم في النص غصب عنك. اه. من غير ما تفكري الرقم ده بيجي في دماغك غصب عنك. فانت بتعملي لعب على الاساس دهوت، وتتكلمي باسلوب فيه حق. دي فيك انت بقى، ما ممكن اي حد ما فيهوش ال. ما عشان هو تدريب بقى، ما انت اختلطتي بناس كتير عرفتي بتفكر ازاي. أوه. فانت بتعملي العاب على التفكير ده. هو انت درست اصلا الكلام ده وكده؟ هو يعتبر فن احاء صوتي وفن احاء برضه بلغه الجسد. من سن كام بقى اللي هو انت بتدرسها؟ لا هو مش من سن كام، هو من خبره اللعب. من خبره. وبعد اللعب. كده عرفت كل الحاجات سنة دي. أصلاً. اه وعرفت الحاجات دي بعد كده، اسمها الايحاء، الكتله العقل الباطن، الكلام ده، ده اللي سمعته بعد كده. بعد ما بقيت متميز في الحاجه ديت سمعتها بعد كده، الحاجه دي كنت انا جات لي صدفه في الالعاب نفسها بس. طب تحب تنصح اي حد عنده الموهبه دي بايه؟ ولو مش عارف يعني يطور من نفسه تحب تنصحه بايه؟ هو أهم حاجة يكمل لو... ولا هو هيكمل، بس اهم حاجه ما ينساش نفسه برضه في حاجات معينه. يعني يعني لو خلاص مش يشتغل على نفسه اكتر في الحاجه دهيت، ولو عنده مثلا صعوبات، عنده مشاكل، عنده حاجه معينه بيعملها، يبعد عنها خالص ويركز في الحاجه دهيت. انما هو فعلا حبيبها، عارف اللي هو هيبقى هيوصل في يوم مثلا يبقى في حاجه زي دي معاه. اه هيكبر من نفسه. اه مثلا اه حاجات زي كده. فلازم يركز في الحاجه دي بالذات، مش شرط بقى كوتشينه او لعبه او الكلام ده، عامه اي أوه. مجال انت عاوزه بالظبط كده. اه طب نورينا كمان العاب كده. بس افكار جديده يعني. طيب تمام. بصي انت هتاخدي الحاجه دي. بصي انا هنزل 1 2 3 كده كام؟ 4 كده كام؟ 5. طيب دوم 5 كروت. تمام، عايزك تلمسي اي ورقه تعجبك من هنا من غير ما تقولي لي عليها. تمام، المسي اي ورقه من هنا. المسي وخديها يعني ووريها للكاميرا. اوكي خلاص، حطيها في اي مكان هنا بقى. تمام، عايزك تفنطي الورق من ورا ظهرك، يعني مثلا لو تعرفي او من تحت الترابيزه من غير ما تشوفي الورقه ايه كده يعني. تمام اوكي. تمام طيب، طب انا لو فتحت الورق الخمس ورقات هعرف كارتك ولا لا؟ اكيد مش هتعرفه. طيب 1 2 3 4 5. طيب انت فاكره كارتك صح؟ اه. طيب انا هعمل كده، هو ده كارتك؟ ايوه فعلا. انا ما بصيتش على الكروت المره دي خالص. ايوه طلع الكارت فعلا اللي انا اخترته. ما بصيتش على الكروت المره دي خالص، انت خدتي ورقه دخلتيها في الورق ده وخلاص. دي برضو اللي هو قريت افكاري. لا لا دي لعب ملهاش دعوه بقراءه افكار. ما برضو لا. اه اصل انا ما بصيتش على الورقه اصلا عشان اعرف كارتك او الكلام ده، فاهم قصدي؟ ايوه. طيب واحده كمان. هو المجال حلو جدا والله، يعني انت شجعتني. طيب اختاري رقم ما بين من 1 للـ5.
من الواحد للخمسة. اوكي اخترتي كام؟ اخترت اقوله يعني؟ واحد. لا ما بينهم يعني بينهم. ما بينهم تلاتة. ماشي تلاتة. دي كام؟ عشرة. عشرة تمام. طيب العشرة هنا ولا هنا؟ هنا. هنا صح؟ هنا ولا جايز تكون هنا؟ هي فوق ولا تحت العشرة؟ تحت. تحت صح؟ طيب أوكي. عايزك تنفخي هنا تمام؟ العشرة بقت معايا أنا. طيب أنتي العشرة تحت صح؟ أنتي بتقولي لي هي تحت وهي أصلا بقت معايا صح؟ طيب العشرة دي عايزك تنفخي فيها كده هنا تمام؟ أحط على التلاتة اللي أنتي اخترتيها دي من شوية واحد، يبقوا كام؟ أربعة. أربعة ودي عشرة صح؟ بقت أربعة. وهنا مفيش عشرة أصلا. ده واحد اللي أنتي اخترتيه من شوية برضه. لا في واحد كمان أنتي اخترتيه من شوية. لما قلت لك اختاري. لا انا عايز ارقم من واحد. ايوه اخترت واحد وبعدها 10 بقى واحد برضو. ايوه فعلا. طب امتى وازاي؟ طب امتى وازاي؟ طيب حلوين جدا يعني بجد. والكوره كمان عجبتني اللي هو اختاري الاسم. طب ايه فايده المربع ده؟ هو لا هو مربع عادي. بصي انت هو بتاخدي. هو جاي معايا. هو جاي معايا تمام. بس انا لعبت بكورتين بس تمام. بص انا باخد المربع مثلا ده تمام. أوكي. باخده بحطه هنا تمام. واخد دي احطها هنا. يبقى هنا معناها ايه؟ هنا مربع مثلا وهنا الكوره مثلا تمام. باخد المربع. المربع يمين ولا شمال هنا؟ المربع وريه للكاميرا في الشمال. في الشمال صح. طب هو لا ده هو بقى بيمين هو والكوره مع بعض. طب استني. طب انا اخد الكوره احطها هنا. اخد الكوره دي احطها هنا. وريهم اللقطه دي تاني كده. اهو الكوره هنا وهنا. الكوره هنا وهنا. لا هنا برده تاني. طب تاني اهي احطها هنا. هنا لا اهي. انت لخبطتني اللي هو انا مش عارفه ابص هنا ولا هنا. في الاخر بتطلع يعني صح. طيب بصي انا هنزل كروت لغايه ما انت تقولي ستوب في اي كارت. على اي كارت يعني تمام. عايزك تقولي ستوب. اوكي عايزين نشوف اخر لعبه بقى عشان ننهي الفقره. اخر لعبه. طيب تمام. دي لعبه حلوه عشان ننهي الفقره. طيب اختاري رقم ما بين الواحد والعشرين. ما بين الواحد والعشرين. ما بين الواحد والعشرين. اوكي كام؟ 18. 18. يبقى كده انا هنزل على ايديك 18 كارت بتاع ايدك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. تأكدي اللي هما 18 كارت. واختاري لي انا رقم من 1 لـ 5. اتاكد ان هما 18. واختاري لي الاول رقم من 1 لـ 5 قبل ما تعدي. لا قبل ما تعدي اختاري لي انا رقم من 1 لـ 5. 2 مثلا. 2. طب اتاكدي ان دول 18 كارت الاول. 6 7 8 9 10 11. تمام 18. 18. انت مش ملاحظه اللي انت وانت بتعدي بالصدفه اصلا كان اخر كارت هنا كان 8؟ طيب. ده بالصدفه. هو كانت صدفه صح؟ طب نخليها اكيد بقى. طيب اول كارت اخر كارت تحت هنا كام؟ 8. تمام. وتاني كارت 9. كده كارتين تمام. كده 3 4 5. طب اديهم. عدي الباقي بالعكس. ادي الباقي بالعكس. 5 6. لا عدي بايديك. عدي بايديك احسن. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 صح؟ طيب اقفلي كروتك خلاص على بعضيها بقى تمام. وحطيها تحتيها مثلا فوقيها تليفونك او قلم او اي حاجه. تمام اهو مثلا وري الكاميرا. يبقى كده انت معاكي كام؟ 18. 18 كارت صح؟ انت اخترتي من شويه كام؟ 2. ليك انت 2. 2 صح؟ ودوم 18 صح؟ قولي كلمة بافومنت مرتين. اقول كلمة ايه؟ بافومنت مرتين. بصي. اوكي قلتها. لو الحاجة دي حصلت يبقى فعلا هي في حاجة حصلت معاكي انت هنا. ولو ما حصلتش يبقى خلاص بقى انا مش عارف. يبقى ما حصلتش معايا. تمام. كان في كارت من شويه كان اللي هو الاسود اللي كان معانا ده. اللي هو كان طلع عليه اسم بافومنت اصلا. تمام. طيب انا مش عايزه. انا هدخله جوه هنا. هو الكارت هنا اصلا اهو تمام. باين. طيب هدخله جوه هنا اهو تمام. انت تعرفي الكارت الاولاني ده ايه بقى دلوقتي؟ لا. طيب دي كام؟ 2. 2 مثلث احمر سامبوكسا. اوكي تمام. طيب انا هحط الاثنين هنا على مثلا هحطهم على الكروت هنا. تمام. تمام. اوكي تمام. بص عليها كده بقى وانت ماسكاها اصلا. بص عليها. بص عليها تاني تاني تاني. طلعت الاسم. لا ولو طلع الاسم كده يبقى انت يبقى كده الكروت ذاته كارتين دلوقتي.
زادوا كارتين كمان؟ اه مش هم كانوا 18 من شويه صح؟ اه زادوا كارتين. واو بقى 20 كارت اديهم بقى. طيب. يعني قلت لك لو حاجه حصلت الكارت ده تاني وطلع 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 20 كارت. 20 كارت. كانوا 18 انا حطاهم بايدي. اه انت ازاي برضه؟ حلوة قوي الافكار بجد، اللي هو انت مش هتزهق يعني طول اليوم لو قعدنا نلعب مش هنخلص، بس عندنا حلقة. طيب شرفتني جدا يا محمد. نورت والله، ويعني ربنا يوفقك طبعا في مجالك وتتطور اكتر من نفسك باذن الله. خلصنا فقرة الساحر. طبعا هندخل على فقرة هتحبوها جدا، نطلع فصل ونرجع تاني.